تاني على موقف الفرق اللي بتنافس على البقاء في دوري القسم الثاني. خليني اقول لحضراتكم ان دلوقتي الموقف حاليا قبل انطلاقه مباراه النهارده، اسوان في المركز ال16 برصيد 27 نقطه، الانتاج الحربي في المركز ال17 بيمتلك من النقاط 26 نقطه، واخيرا وادي دجله اللي بيعود للمركز الاخير اصبح في المركز الاخير المركز ال18 بيمتلك من النقاط 25 نقطه. زي ما قلت لحضراتكم الوضع مشتبك، اصبح دلوقتي كل الفرق عندها امال في البقاء والكره في الملعب. الفريق اللي هيقدر ان هو يحقق الفوز في المباراه القادمه يمكن هو الفريق القادر على البقاء في ثلاثي هيهبط من الاربع فرق اللي قلتها لحضراتكم. في فرق ايضا ابتعدت بشكل كبير جدا زي غزل المحله او المقاولون العرب، ولكن هذا الرباعي في الاخر في فريق واحد منهم فقط هو اللي هيبقى في بطوله الدوري العام الممتاز. طيب الوضع حاليا هيكون عامل ازاي، خصوصا انه متبقي ثلاث مباريات لكل فريق. زي ما قلت لحضراتكم النهارده انطلاقه الاسبوع ال 32 من الدوري العام الممتاز. اسوان عنده ماتش مهم جدا امام بيراميدز. ايضا خليني اقول لحضراتكم مباراه اسوان بعد بيراميدز، الحقيقه لو بنتكلم على اسوان تحديدا هو اكثر الفرق اللي عندها مباريات صعبه بالنسبه للمنافسين اللي بيواجههم. عنده غير بيراميدز هيلتقي مع سموحه، ايضا هيلتقي مع النادي الاهلي، فثلاث مباريات وتسع نقاط من العيار الثقيل لازم على اسوان ان رغب في البقاء في الدوري العام الممتاز ان هو يحصد هذه التسعه نقاط. اما الفريق الاخر فريق الانتاج الحربي للحقيقه مؤخرا اصبح في صحوه هجوميه للفريق. الكابتن احمد كشري كان في الفترات الماضيه بيتكلم ان هو عنده حلول هجوميه قليله، ولكن مع التالق الملفت للاعب مصطفى البدري في المباريات الاخيره تالق بشكل كبير جدا، اصبح في قوه هجوميه عند الفريق، اصبح الفريق عنده انياب هجوميه بيقدم كره ممتازه. امبارح شفنا مباراه امام غزل المحله، مباراه اكثر من رائعه، الفريق قدر ان هو يتفوق على فريق غزل المحله ويتفوق بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف واحد، استغل حاله اللخبطه اللي موجوده عند فريق غزل المحله، استغل ايضا حاله الطرد، وفي الاخر بيحسم النتيجه بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف واحد. الحقيقه انتاج الحربي ايضا عنده مباريات مش سهله وفي نفس الوقت مش صعبه بناء على المستوى اللي بيقدمه مؤخرا. عنده الاتحاد السكندري، عنده الزمالك، عنده دجله. لو هنبص ايضا على هذه المباريات نلاقي ايضا الاتحاد السكندري بيقدم كرة ممتازة جدا، نادي الزمالك ما عندوش مفر من الحصول على اللقب، وقد تكون مباراة الانتاج الحربي هي مباراة حصول نادي الزمالك على اللقب في حالة طبعا تحقيقه للفوز على فريق سيراميكا كليوباترا. فأيضا موقف الانتاج الحربي متأزم شوية، شفنا أسوان عنده مباريات صعبة، أيضا الانتاج الحربي عنده مباريات صعبة. الحقيقة وادي دجلة أيضا برغم أنه بيمتلك 25 نقطة ولكن أيضا عنده مجموعة من المباريات الصعبة. خليني أيضا أقول لحضراتكم أنه هو بيمتلك نفس الحظوظ ولكن مش بنفس القوة، عندهم بيقدموا كرة جيدة ولكن في الآخر عندهم مشكلة شوية في إنهاء الهجمات. نيجي على الفريق اللي قدم امبارح واحدة من المباريات القوية، فريق البنك الأهلي. الحقيقة في آخر 8 مباريات قدر أو 7 مباريات تحديدا نتكلم 21 نقطة، الكابتن خالد جلال خسر 8 نقاط فقط من هذه ال 21 نقطة، قدم مباراة جيدة جدا، قدر ان هو يفوز على طلائع الجيش، قدر ان هو يفوز على المصري البورسعيدي، امبارح بيقدم مباراة او تابلوه رائع جدا في كرة القدم. وليه بقول تابلوه رائع؟ الحقيقة شفنا بيدخل فيه هدف في مبكرا في بداية الشوط الأول في الدقيقة 9، صلاح عاشور كان أحرز هدف التقدم، ولكن قدر بسرعه فريق البنك الاهلي ان هو يعود للمباراه. كريم بامبو بيقدم واحده من افضل مباراته، يمكن الكابتن حازم امام امبارح في الاستوديو قال ان كريم بامبو عليه دور كبير جدا، واحد من اللاعبين اللي كتب عليهم ان هم يكونوا في قصه اللاعب البديل. ليه لاعب بديل؟ لانه خلاص تميز، احرز 7 اهداف قبل هذا اللقاء مع البنك الاهلي جميعهم وهو بديل، دايما بينزل بيه او الكابتن خالد جلال يديله الثقه بينزل يحط هدف على طول، فده كان طبعا اول مباراه ليه ان هو لازم يثبت نفسه في غياب احمد ياسر بيلعب اساسي. والحقيقه في الاخر تفوق كريم بامبو على نفسه، احرز سوبر هاتريك اول مره تحصل منذ موسم 2002-2003 على ما اتذكر، منذ السوبر الهاتريك الخاص بنجم النادي الاهلي، قبل ذلك اللاعب احمد بلال. في الاخر مباراه كانت هامه جدا بتفوق فيها فريق البنك الاهلي بخماسيه مقابل 3 اهداف على فريق مصر المقاصه. واللي عجبني الحقيقه في اداء البنك الاهلي امبارح ان حتى الدقيقه 70
فريق البنك الاهلي لا بيروح على الجون وعنده رغبه وشراسه على المرمى، بيحاول ان هو يحط هدف واثنين وثلاثه واربعه وبيزود الغله التهديفيه، بيحاول يدي الثقه لنفسه. حتى التغييرات الخاصه بالكابتن خالد جلال، شفنا مجموعه من اللاعبين بدا ان هو يدفع بيهم، بيحاول ان هو طبعا يديهم الثقه. وبمناسبه الحديث عن نادي البنك الاهلي وحظوظه بعد ارتفاع رصيده الى 32 نقطه، فضل في المركز ال 15 ولكن عنده امال كبيره جدا، خلاص متبقي ليه مباريات زي غزل المحله، بعد كده هيلتقي مع الاتحاد السكندري واخر المواجهات هتكون امام نادي الزمالك.